هاجر العموري من حما من وربي. هلا أنا جيت على لبنان سنة 2017 وزوجي كان هون بلبنان، ضلت 3 سنين ونص لحالي هون بلبنان وعندي 5 أولاد. تزوجت بعمر 18 بادي بال 19، تزوجت على الضيعة. بالضيعة كتير كانت الأشياء حلوة عند بيت خالتي، يعني بيساعدوا الرجل بيساعد زوجته، بيشتغلوا مع بعض بالأرض، إنه كتير كانت الأشياء إنه حلوة. إذا كانت حلوة سوريا بنرجع سوريا. والأكلات بيأكلوا الأولاد بكثرة هلا لا ما بدي انزل على سوريا، لا ما في امان وما في مستقبل للاولاد بسوريا حاليا، ما في. لا هون اولادي الحمد لله ماخذين الاولى، وهون التعليم افضل من تعليمنا بسوريا، ما كان المنهاج نفس منهاج سوريا، هون افضل. وصرت فتش مثلا وين في جلسات وين في دورات تستفيد منها النساء، وهيك وانا بتصفح فيسبوك جمعية بسمة أمل، قلت لشوف شو هالجمعية، ففتت أعطيت تعليق، فردت علي الصبية أنوار، بعتت لي إنه في جلسات بتحضري، قلت لها إيه ليش ما بحضر، بحضر. قلت في سيدات كتير معنا، يعني أنا في كتير يعني جاراتي مخيم رحمة من كذا مخيم بيحضروا وكتير حابين يشاركوا بهيك مواضيع، فشاركنا معهم بالنشاطات. الجلسات اللي حضرتها ببسمة أمان هي كانت توعوية، تعلمت عن حقوقي، حقوق المرأة، عن حقوق كيف دافع عن حقي كمرأة، في عن الجندر، تميز بين الرجل والمرأة، بفروقات ما كنا نعرفها، يعني إنه خلص الزلمة ممنوع يبكي، المرأة هي اللي بدها تبكي، هي اللي بدها تكنس، هي اللي بدها تطبخ، لا، يعني علمونا إنه ما في فرق بين الزوج والزوجة، لا إنه أنت زوج بدنا نكون في تشاركية بالبيت، في تأخذ رأيي بأخذ رأيك، ما فيني تجيب أنا شغلات إنه لا إنه والله تعي أنت هاي الشغلة أنت بدك تجيبيها غصب عنك، لأنه ما بساوي شغلة إلا نكون متفاهمين أنا وياه على كل شيء. وكتير استفدنا، تعلمت حقوق أطفالي، أخذنا عن زواج المبكر، كيف النساء بيعانوا، هالبنات الصبايا اللي عم يتزوجوا بكير كثير كيف بيعانوا. أنا مع أولادي كثير تغيرت حياتي، صرت أعرف كيف أتعامل معهم، كيف وجههم، كيف مثلا إذا صارت معهم شغلة يا أولادي تحكوا، يعني صار في تواصل فعال بيني وبينهم، كان قبل لا مثلا ما بيجوا يحكوا لي، كانوا يرتاح يطلعوا برا يحكوا. كمان حضرت معهم ورشه تدريبيه هي مشاركه سياسيه للمراه، جلسه كان فيها رجال ونساء، كثير تعلمنا انه اشياء جديده، شو عطوا حقوق للمراه، وشو المشاركات للنساء كان في كثير لهم دور حلو، غيرت نظرتي للسياسه، انه مثلا كنا نعرف السياسه انه خلص هي ما حد بيتدخل فيها. اني انا اعطي جلسات مثل هالميسره بتصير، اني كمان انا مثل المدربه اعطي للنساء. حضرت معهم برنامج الزومبا كتير كان حلو، ومسحت تفرغ انه كنساء وغير كتير شغلات بحياتنا. هلأ لما شاركنا ببسمة أمال كانت النشاطات كتير حلوة عن جد، نحضر مع المدربات نحس حالنا ما أنا جاي نحضر جلسة، يعني كأنه عائلة واحدة وكلاتنا بنشارك يعني، وكان كتير الجو مريح، يعني البنات بس بدهم يجوا هالصبايا اللي معي بس يقولوا لي ايمت الجلسات، يعني عن جد لما بيقولوا مثلا أنه بكرة في جلسة كلاتنا بدنا نفيق بكير، بدنا نكون نشيطين، بدنا نروح على المركز، وبس نفوت على المركز لا ما بنحس حالنا أنه فايتين أنه على مركز، لا فايتين على بيتنا، يعني ما تغير. يعني حضرت انا مع كذا جمعيه بس لا عن جد بسمة أمل النشاطات فيها كانت احلى. هلا انا اعطتني دافع كثير حافز انه انا اقدر اعطي لهالنساء، يعني كون مثل هالمدربين اللي اعطوني التدريب، اقدر انا اكون مثلهم، اني اقدر انا اعطي للنساء جلسات ووعي هالنساء وخليهم كمان هن يكون عندهم حافز مثلي ويطلعوا من جو البيت ومن جو هالمجتمع اللي عم بيظلم المراه، يعني نقدر ندافع عن حقنا ونكون فعالين بهالمجتمع كنساء. بس اكثر شيء هو الرجل هو اللي بده يشتغل، بس في شو باخذه هون بالمركز جلسات وبعرف حالي اني انا استفدت منه، برجع بحكي لنساء جنبي بالمخيم، لنساء بشوفهم بالمستوصف بجوز بكذا محل، انه بوعيهم انه لما بشوف وحده بتقول مثلا نحن ما لنا حقوق او مظلومه، بقول لها لا دافعي عن حالك انت قادره تكوني،
مو بس الرجل هو اللي موجود بهذا الكون، نحن كمان موجودين وقادرين ندافع عن حالنا وقادرين نكون وقادرين نشتغل وقادرين نساوي كل شيء لأولادنا وللمجتمع ونكون نحن فعالين. ما بياخذوا نفس السعر نفس الأجار؟ الأجار بياخذ الرجل أكثر والمرأة. أنا بوجه رسالة لكل نساء العالم إنه إذا تعرضوا لعنف ما يسكتوا، يدافعوا عن حقوقهم، في حدا بيدافع عنهم ويكونوا أقوياء، لأن كل نساء العالم نحن أقوياء بس ما حد بيعرف إنه نحن من جوا أقوياء ولازم نظهر القوة اللي عندنا الموجودة. نحن بنشتغل كذا شغلة بالبيت بس يعني بيقولوا لك إنه مدبرة منزل، بس هي مدبرة منزل بتشتغل كل الشغل، فنحن قادرين نكون برا وجوا. فهو غير مكمل يعني بيشتغلوا من الصباح للمغرب. بنصح كل النساء تحضر جلسات وتشارك بأي جلسة، يعني شو من كانت الجلسة كانت توعوية أو حقوق أو عن العنف، وتشارك إذا حتى لو كان تدريب إنجليزي، تدريب محاسبة، أي شغل، أي شغلة بتصح لها اطلعي وروحي استفيدي من أي شيء بالمجتمع، كوني فعالة وكوني قادرة تكوني أنت بهالمكان اللي أنت مهمشة فيه، أثبتي وجودك كمرأة.